مرة تانية مع الإنسان أحمد شوبير ابن الغربية وابن طنطا. حقيقة أحمد أنا سعيد جدا باللي أنا شفته ده يعني، وحاجة يعني أنا أتمنى إن أنا بعمل ده أعمل ده زيك عندنا في شبرا وفي الألوية وبتاع وكده يعني، خلينا ارشح نفسي بقى في مجلس الشعب والله يا كابتن. هي مسؤوليه والله، وأنا مسؤوليه. وعلى فكره المستشار عادل حسين بيعمل حاجه عندنا في الالويه، وانا بقول له من هنا دلوقتي يا سعاده المستشار انا موجود معاك، وزي ما انتم عايزين مني في المحافظه انا هعمله، لان انا غيرت من احمد شوبير بصراحه يعني. خلي بالك كابتن، يمكن اول مره الناس تشوف حاجه ده انا ما بقولهاش خالص يعني. الناس بتزعل مني جدا في طنطا، يقول لك ما تقولش زي ما حضرتك قلت، احنا بنتاجر مع ربنا عز وجل. وانا في بدايه الحياه بالتاجر ده اقسم بجلال الله عز وجل ده وجبي يعني. عارف حضرتك السيده الفاضله اتكلمت دي، الحاجه عايده عبد القادر ابو فريخ، بنت العظيم عبد القادر ابو فريخ، دايما تقول لي يا احمد انت مكان ابويا، لان ابوها كان وكيل اتحاد الكوره او نائب رئيس اتحاد الكوره. وست وهبه حياتها الخير دي في ثلاث شهور والدتها توفت، ابنتها توفت، زوجها توفى، ومع ذلك وابنها حسام الخولي من قيادات العمل الحقيقه في طنطا الرياضي، شيء جميل جدا. ومع ذلك كابتن هتلاقي لابسه اسود مؤمنه، بتموت في بلدها. كلنا احنا على فكره طنطاوي كده بيحبوا بلدهم جدا، ما نحبش نموت. بس هو كان اهم حاجه يا كابتن ايه معانا هي يا احمد؟ الحاجه عايزه ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحه يا رب. العلاج الصحه، لان دي مهمه جدا. دوله مشكوره علاج عن نفخه الدوله وحاجات كتيره جدا، لكن احنا دورنا يا كابتن، دورنا التعليم كان مهم جدا، الميه الشرب والاكل، يعني الحاجات دي الحمد لله ربنا اكرمنا فيها بشكل غير عادي. لكن انا ما اقدرش اطلع اقول، ما ينفعش اطلع اقول الكلام ده، ما يعني بتكسف بستحي. يقول لك انت تعمل تلمع الناس تلمعش ناس، ما ينفعش يا كابتن مصطفى ما ينفعش. فالحمد لله والشكر لله، وعلى فكره كل كلمه بتيجي من اهل طنطا من جوايا بتخليني طاير من الفرحه. انا واضح عليك السعاده وانت بتسمع أوي أوي الناس أوي أوي أوي. وده يعني واجب عليك على طبعا فكرة. طبعا ده واجب عليك، ربنا يكرمك وكرمنا ورزقنا وفضل الله عز وجل. احكي لي بقى يا ابو حميد عن رحله الاعلام. انت كنت عارف انك تطلع اعلامي ولا العلاج يعني بعد ما بطلت كوره؟ احنا كلنا يا اما تشتغل في التدريب يا اما تشتغل في الاداره. انتوا احنا يعني احنا انتوا احنا انت خدت سكه تانية خالص يعني. بص يا كابتن، يمكن من الحاجات اللي يعني بتزعلني قوي اشوف بعض يعني الاخوه الافاضل الاعلاميين يقول لك هو كله عشان لبس شورت وفانيلا. لا، مش عشان لبس شورت وفانيلا، لانه زي ما قال الكابتن عصام كده، قال كلمه جميله، انا راجل ثقفت نفسي بنفسي وعلمت نفسي بنفسي. انا كنت بعرف اتكلم انجليزي، لقيت مدربيننا انجليزي، كنت عندي شويه، قعدت اذاكر واجيب شرايط واسمع. وكنت فاكر زمان كانت الشرايط دي واتفرج على افلام بالانجليزي من غير ترجمه، وبعدين اجيب الترجمه على الكلمه، لحد ما بقيت اتكلم بالانجليزي. رحنا المجلس العمومي البريطاني كنت بتكلم بالانجليزي زي زيهم الحمد لله والشكر لله. تسقط مني كلمه اسال الدكتوره سلوى شعراوي ما تكسفش ابدا، ما استحيش عادي، ما فيش مشاكل خالص يعني. واقول كلمه ووز بدل از ولا عادي، ما فيش مشكله، بوصل معلومتي بفضل الله عز وجل. ما بتكسفش يعني. صح صح، هو لازم تاخد الجرأه، هو ده ابن البلد عشان تعرف تتكلم. انا وانا سني 10 سنين كنت ماسك الاذاعه المدرسيه في مدرسه الامبابي الابتدائي. ده انت بقى من 10 سنين كنت بكتب شعر، كنت بكتب مثل، وكنت بكتب قصه لحد وانا في ثالثه اعدادي في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي، عشان حضرتك تبقى عارف. وانت تعلم تماما وانا معاك، وكنت بقلد كل المعلقين و و و والحاجات دي كلها. انا بدات عمل الاعلام، وده قد تكون مفاجاه الناس، من سنه 86. انا اللي غطيت فوز الاهلي على كانون يويندي 85 في الكاميرون، وانا اللي كنت بغطي رحلات الاهلي في افريقيا وبغطي رحلات المنتخب، انا اللي كنت بعمل لقاءات. محمد نصر موجود وشاهد على هذا الكلام. انا علقت على مباراه الاهلي والالومنيوم في الالومنيوم اعتقد سنه 95، لانه نصر لقيته فاجئني. قصص جميله حضرتك تفكرني. لقيته فاجئني بيقول لي يا كابتن انت هتلعب؟ قلت له ده انا بره، كان مصطفى كمال هيلعب والحضر احتياطي. قال لي ما تيجي تعلق. فرحت للكابتن ثابت الله يرحمه، قال لي فرصه نخلص منك علق. فعلقت على المباراه، الناس ما صدقتش كمان. 95 علقت في الاذاعه على الاهلي والاسماعيلي سنه 96. فانت بتتكلم في حوالي 15 سنه اعلام صرف بجد. وبعدين خدتها بقى من تحت، عملنا برنامج في طنطا اسمه مرحبا مرحبا. حضرتك جيت معايا اربع خمس مرات شرفتني. كنت اخدك في عربيتي ونروح هناك، لا نتقابل في شبرا، اقول لك عدى عليا في شبرا بس في عربيتي. ايوه صح. انا كنت باخد في الحلقه 50 جنيه اجري البنزين. والله يا كابتن بنزين 50 جنيه. ولازم حضرتك او اي ضيف يجي يشرفني لازم حلويات طايبه تكون موجوده، ولازم يتعشى او ده الطبيعي يا كابتن. صح صح. فاتعلمت، خدتها من تحت. الكلام ده سنه 97، سنه ما اعتزلت. يعني انت بتتكلم في حوالي 13 او 14 سنه. بتكلم في اعلام، خدتها من تحت قوي، من تحت خالص، من تحت الارض زي ما بيقولوا. وتعلمت وكعورت وقعت على وشي واتخبطت لحد ما بقى عندي افكار. وطول عمري عندي افكار،
وعندي رؤية بحب أقولها. ده أنا عملت أضحكك، أنا كنت ناسي، عملت فوازير رمضان في الإذاعة في الشرق الأوسط. المخرج حسين إبراهيم يا ريت يكون سمعنا، كانت كل يوم تتكلم على شخصية، عن مرة عن فاتن حمامة، مرة عن فريد شوقي، مرة عن رشدي أباظة، مرة عن شادي. أنا كنت بقول سنة 92 وأنا بلعب كورة. وأنت اللي عملتها؟ والله العظيم أنا اللي عملتها، خدت 3000 جنيه. سنة كان مبلغ وقدره. كنت بتكتب في جورنال في الامارات. ده انا كتبت بقى بص في الام حمو ثابت، كنت انا هناك. وقال لي تعالى هو شوبير لعيب كوره ولا صحفي؟ في جورنال الوحده. الوحده بالظبط. بص شوبير كاتب ايه؟ كتبت في الام. جورنال الام كان بتاع الشيخ احمد الصباحي. بدري جدا كتبت في الاحرار. وحيد حلمي زميلنا هنا من الناس اللي خدوني من ايدي وكتبت في الاحرار سنه، ده في الثمانينات خلي بال حضرتك، وفي الثمانينات كنت بكتب في الوحده. ده يعني انا الحقيقه انا حابب دين زمان يا كابتن، واحد اقرا واحد اذاكر فبحبها بصراحه. لك حق. فانا بحبها. ما انا دقتها دلوقتي. لك حق. متعه الاعلام ده متعه. وبعدين اقعد اذاكر. انا يمكن ساعات عظيمه اول حلقه معايا فبكلمه بشكره، بتقول لي يا كابتن كمال اني جدا منك. قلت له ليه يا محمد؟ قال لي بيقولوا انت صعب ومتعب. قلت له انا بحب اخش في التقرير واحب اخش في الاعداد واحب اخش انا حابب ده. هل يا ابني شفت ان؟ قال لي والله يا كابتن حاجه جميله. قلت له والله وانت حاجه اجمل. وكلنا فريق عمل بنقعد كل واحد يقول رايه يقول كلمه لحد ما نصل في الاخر زي ما قلت لحضرتك. على فكره انا سمعت الكلام ده في دريم. وانا طبعا هنا بدورنا بنشكر دريم، انت اشتغلت فيها وانا اشتغلت فيها. انا والله كنت لسه هتكلم عن المحطات اللي في حياتي كلها. والناس دول ناس جماز، كان المهندس اسامه ولا الدكتور خضر، ناس محترمه واحنا بنتشرف بيهم طبعا. بس انت لمعت قوي في دريم يا طبعا. يعني انت بتتكلم يعني بص يا كابتن، بتتكلم على قيادات بالظبط، بتتكلم على الدكتور بهجت، الدكتور احمد بهجت، الاستاذ اسامه، بتتكلم على عمرو خفاجي، بتتكلم على محمد خضر. انا لما اتكلم على دريم اتكلم على الناس دي بمنتهى الامانه، ناس كبار افاضل صفت. محترمين. وخلي بالك انا مشيت من دريم بلا مشكله على الاطلاق، انا كان عادي خلص ما جددتش. لكن توهج، نجوميه صفت. نجاح، فلوس، الحمد لله فتره دريم فضل الله سبحانه وتعالى علي. فانا عمري ما نكرت ده. واول حلقه في التلفزيون المصري لما سبت دريم انا قعدت مع السيد انس الفقي وزير الاعلام، استدعاني في مكتبه وقال لي تلفزيون بلدك محتاجك. ما كانش يقدر يتكلم خلاص طبعا. قال لي تلفزيون بلدك محتاجك دلوقتي يا احمد، انا الاوان انت موجود. والله يا كابتن ما فكرت. اشتغلت في التلفزيون قعدت سنه بس القماشه كانت ضيقه شويه. انتقلت للحياة المساحه كانت ضيقه، دي كانت المشكله يعني الوحيده يعني. لكن والله ما حد كان بيتدخل في عملي. لكن كانت سنه جميله، روحت الحياه. اعتقد انه كان ليا دور يعني اعتقد كان ليا دور جيد في قناه الحياه لفتره ليست بالقليله. بدانا برامج امرنا في قناه بتبدا ببرامج رياضيه، بدانا ببرامج رياضيه، نجحنا نجاح غير عادي صح. بس السر بقى ما تعرفيش ان انا قبل يعني قبل الحياه بايام كنت انا جاي مودرن، واتفقت مع الدكتور وليد وقعدنا وخلصنا كل حاجه ولابد الحياه ومضيت عقد وفي شرط جزائي قوي جدا. لكنه حصل مع التلفزيون موضوع وقصه فما قدرتش اكمل تعاقدي مع مودرن الحقيقه. والحقيقه بمنتهى الحب وبمنتهى الود الدكتور وليد ده بيسال خلاص يا احمد والموضوع اعتبره انتهى وده مكانك ومفتوح لك في وقت. وزي ما بقول لحضرتك هي ما حدش عارف بكره في ايه. ففضلنا على ده. انا مره حصلت لي مشكله في الحياه في احدى المداخلات التليفونيه، لقيت الدكتور وليد ده بيعمل مداخله قالها لي، فضلت مخزنها. قال شوبير انت تعمل لك قناه مخصوص وتفوت الايام والدكتور وليد يعمل هو اللي يعملها لك. بس يعمل هو كان بيفكر فيك من زمان الحقيقه يعني. فانا عايز اقول لك انه اول من رحب واول من يعني اول من قال لي الخبر بعد الدكتور وليد كان الكابتن مدحت شاهين. وقال لي لصديقنا المشترك عاطف سلام، قال له في حاجه كويسه بتتعمل لشوبير و و و والحاجات دي كلها. تعرف بس مدى العلاقه يا كابتن مصطفى. فانا كل ما انا عملت معهم بشكرهم لان كلهم اضافوا لي، كلهم ساعدوني، كلهم عاونوني، كلهم وقفوني اخطأت هنا زي ما قلت وهقولها تاني وهفضل اغلط تاني وتالت زي ما حضرتك هتفضل تغلط في تكتيك مباراه. ده اعلام شيء طبيعي. الاعلام يا كابتن اصل دي وجهات نظر مختلفه صح. فممكن تكون اللي على هواك مش اللي على هوا التاني. ممكن طب انا هقول لحضرتك حاجه ودايما بقولها في الانتخابات. انا كنت معجب قوي بالتجربه الامريكيه قوي. تيجي الواشنطن بوست تقول لك احنا مع اوباما، تيجي نيويورك تايمز تقول لك احنا مع جورج بوش. وده كان متاخد عليك. انا تصورت انه ده الاعلام يعني ما تعلن رايك. انا مع سين صاد عين لام ودافع عنه هناك يا احمد في امريكا مؤسسات بتصرف على ده. طلعت كلها بيزنس، كلها بيزنس بالظبط بتصرف على ده. انا ما بقولش من حد حاجه. أي؟ انا عملت لسمير زاهر 40 حلقه. ده 400 حلقه انت كنت مسخرين القناه. ده حصل. اه هو غيره بامان صح. انا ما جبتش عفه السادات عندي في انتخابات الاتحاد السكندري. صح اعترف انه ده خطا. اه فلما
الايام هتيجي بعد كده لا مش هكرر ده، ما ينفعش اتكرر ده، اذا كان هناك خطر. دي شجاع منك يا احمد.